تمام يا فندم. كيميائي احمد فروق محمد، مدير مجمع الاسمده الزيتيه. استاذن سيادتك في تقديم الماكيت. سيادتك يا فندم، مشرفنا في القاعه الرئيسيه لمجمع الاسمده بالعين السخنه في اغسطس يا فندم 2019. سيادتك شرفتنا بافتتاح المرحله الاولى مجمع الاسمده الفوسفاتيه والمركبه بالعين السخنه باجمالي عدد 9 مصانع، بالاضافه للملف الصناعيه ومحطه لتحليه مياه البحر ورصيف بحري. والنهارده سيادتك مشرفنا لافتتاح المرحله الثانيه مجمع الاسمده الازوتيه بالعين السخنه الذي تم انشاؤه بهدف تعظيم القيمه المضافه للغاز الطبيعي المصري بانشاء اسمده ازوتيه عاليه القيمه. تم انشاء المجمع يا فندم على مساحه 285 فدان، وينقسم الى جزئين، المدينه السكنيه والاداريه مجمع المصانع. مجمع المصانع يا فندم يشتمل على عدد 6 مصنع. مصنع لانتاج الامونيا السائله بطاقه انتاج تصل الى 400,000 طن سنويا. مصنع لانتاج اليوريا السائله بطاقه 300,000 طن سنويا. مصنع لانتاج اليوريا المحببه بطاقه 300,000 طن سنويا. مصنع حامض النيتريك بطاقه 165,000 طن سنويا. مصنع لانتاج نترات الامونيوم السائله بطاقه 200,000 طن سنويا. مصنع نترات الامونيوم الجيريه بطاقه 300,000 طن سنويا، بالاضافه للمرافق الصناعيه ومجموعه من المخازن لتخزين المنتج النهائي للمجمع. واي امر سيادتك يا فندم.
طيب. كيميائي حسام الدين صادق فرحات، مدير انتاج مجمع الاسمده الازوتيه. سيادتك مشرفنا في غرفه التحكم الرئيسيه لمجمع الاسمده الازوتيه اللي بيتم من خلالها التحكم في سير جميع مراحل العمليه الانتاجيه عن طريق اربعه: وحده تحكم، وحده تحكم رقم واحد مصنع الامونيا، وحده تحكم رقم اثنين صالح مصنعي اليوريا السائله واليوريا المحببه، وحده تحكم رقم ثلاثه لصالح مصنعي نترات الامونيوم الجيريه والسائله ومصنع حامض النيتريك، وحده التحكم رقم اربعه لصالح وحدات المرافق الصراعيه، بالاضافه الى منظومه مراقبه الكاميرات ونظام مراقبه الاطفاء والحريق ووحده متابعه لمدير وحده التحكم. استاذن سيادتك مديري المصانع لعرض سير العمليه الانتاجيه. كيميائي شافي عبد المنعم، مدير مصنع الامونيا السائله. بطاقة إنتاجية 1200 طن في اليوم. تتم العملية الإنتاجية من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ويتم فيها إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي عن طريق مروره داخل فرن بدرجة حرارة 1200 درجة بعد نزع الكبريت. المرحلة الثانية ويتم فيها تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز النيتروجين المستخلص من الهواء الجوي لإنتاج غاز الأمونيا، وتستغل الطاقة الناتجة من التفاعل في إنتاج البخار اللازم لتشغيل التوربينات البخارية داخل وحدة الضواغط. المرحلة الثالثة ويتم فيها إسالة غاز الأمونيا بالتبريد على عدة مراحل وتخزين المنتج داخل خزان سعة 15,000 طن. أي أوامر يا فندم؟ كيميائي هشام أحمد عبد العزيز، مدير مصنع اليوريا السائلة. بطاقة إنتاجية 900 طن يوم. تتم العملية الإنتاجية من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة التفاعل، واللي بيتم فيها تفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون مع الأمونيا تحت ضغط ودرجة حرارة عالية في وحدة إنتاج اليوريا بغرض إنتاج يوريا سائلة بتركيز 31%. المرحلة الثانية مرحلة التركيز، وتتم باستخدام مبخرات ومبادلات حرارية مختلفة لزيادة تركيز اليوريا حتى تركيز 97%، ثم يتم إرسالها إلى مصنع اليوريا المحببة. أي أوامر يا فندم؟ مهندس محمود إدريس أبو المجد، مدير مصنع اليوريا المحببة. بطاقة إنتاجية 900 طن يوم. وتتكون العملية الإنتاجية من أربع مراحل رئيسية: مرحلة التحبيب وبها جهاز المحبب الذي يقوم باستقبال وتحويل اليوريا السائلة إلى اليوريا المحببة، مرحلة النخل والتكسير، ويتم فيها عملية انتقاء للمنتج عن طريق المناخل والكسرات وصولا إلى الحجم المناسب من 2 إلى 4 ملي وطبقا للمواصفات القياسية العالمية. مرحلة التبريد، ويتم فيها تبريد المنتج داخل جهاز المبرد وصولا الى درجة حرارة 44 درجة مئوية. مرحلة التخزين والتعبئة، ويتم فيها انتقال المنتج الى منطقة المخازن بسعة 32,000 طن للتصدير او التعبئة داخل الشكاير. واي امر يا فندم؟ كيميائي محمود عبد العالي البنا، مدير مصنع انتاج حامض النيتريك. الطاقة الانتاجية للمصنع 500 طن يوم. تتم العملية الانتاجية على مرحلتين: مرحلة الأكسدة، وبها يتم أكسدة الأمونيا في وجود عامل حفاز من البلاتين لإنتاج أكاسيد النيتروجين. مرحلة الامتصاص، وبها يتم امتصاص أكاسيد النيتروجين لإنتاج حامض النيتريك بتركيز 60% الذي يتم تخزينه في خزان سعة 3500 طن. أي أوامر يا فندم؟ كيميائي أحمد فاروق ناصف، مدير مصانع نترات الأمونيوم. مصنع نترات الأمونيوم السائلة بطاقة إنتاجية 650 طن يوم. مصنع نترات الأمونيوم الجيرية بطاقة إنتاجية 900 طن يوم. يتم إنتاج نترات الأمونيوم بتركيز 92% عن طريق تفاعل الأمونيا مع حامض النيتريك داخل وحدة التعادل، ثم يتم تركيزها داخل المبخر إلى تركيز 97%. يتم تفاعل وتحبيب نترات الأمونيوم السائلة مع الحجر الجيري المطحون داخل المحبب، ثم يتم تجفيفها بدرجة حرارة تصل إلى 150 درجة مئوية داخل جهاز المجفف، ثم يتم تجليفها بواسطة الزيت الشمعي، وذلك لمنع امتصاص الرطوبة أثناء النقل والتداول. يتم امتصاص جميع الأبخرة والغازات داخل برج امتصاص الغازات وإعادة استخدامها مرة أخرى داخل المصنع، وذلك للحفاظ على بيئة نظيفة. يتم تعبئة المنتج داخل وحدة التعبئة بطاقة تعبئة 38 طن ساعة، وتخزينها في مخزن المنتج النهائي بسعة 25,000 طن. أي أوامر يا فندم؟ كيميائي عماد سليمان غنيم، مدير وحدات المرافق الصناعية. تتكون المرافق الصناعية من سبع وحدات: وحدة مياه التشغيل بطاقة 23,000 متر مكعب، وحدة المياه الغير أيونية بطاقة إنتاج 450 متر مكعب ساعة، وحدة مياه التبريد بطاقة إنتاج 26,000 متر مكعب ساعة.
وحدة تجميع ومعالجة الصرف الصناعي بطاقة 2500 متر مكعب، وحدة مياه الشرب بطاقة 25 متر مكعب، وحدة هواء تشغيل الأجهزة بطاقة إنتاج 3300 متر مكعب ساعة، وحدة إنتاج النيتروجين بطاقة إنتاج 680 متر مكعب ساعة. أي أوامر يا فندم؟ شكرا، كل سنة طيبين. اعتبرهم من مية البحر لغاية مية الصرف اللي بيعاد تدويرها. المعمل ده سيادتك بيدينا إمكانية لأن احنا نعمل عليها الجودة المطلوبة في كل مراحل العمليات الإنتاجية للتأكد إن كل نوع من المية يتنقل لنوع ثاني بيطابق المواصفات المطلوبة للعملية المطلوبة منها. هنا سيادتك ده جزء تحقق من جودة المنتج النهائي، يتم عمليات وزن العينات في المنتج النهائي ثم تجفيفها ثم عمل الاختبارات الطبيعيه زي حجم الحبيبات وصمت الطبقه اللي بتعمل له تغليف، ثم سيادتك في المعمل الاخير بنقيس المكونات الكيميائيه زي النيتروجين وتركيز الكالسيوم وتركيز حامض النيتروجين. ده سيادتك معمل التاكد او التحقق من جوده القياسات البيئيه في المجمع. احنا ما استفيناش بس سيادتك بان احنا زودنا المجمع باجهزه قياس انبعاثات اليه، لكن في معمل عندنا بيقيس يتاكد من كفاءه القياسات مرتين في كل غردية بحيث ان احنا نتأكد الاجهزة متعايرة وكل حاجة مظبوطة بالنسبة لما يخص البيئة. دي سيادتك عينة صغيرة ليه منتجات الشركة. الحمد لله احنا كنا بنمتلك سيادتك جناحي انتاج الاسمدة الفوسفاتية اللي هم حامض الفوسفوريك وحامض الكبريتيك. دلوقتي احنا سيادتك اضفنا حامض النيتريك، فقدرنا بعد ما كنا بننتج الاسمدة الفوسفاتية بانواعها بس كمان ضفنا الاسمدة الازوتية زي نترات الامونيوم الجيرية واليوريا ان شاء الله. بالضبط ان شاء we'll be right back.
مشاهدينا الكرام، كل تحية مجددة إليكم، وما تزال هذه الجولة مستمرة، هذه الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مجمع الأسمدة بالعين السخنة الذي يتم افتتاحه اليوم في 6 مصانع لإنتاج العديد من المنتجات التي يتم تصديرها، كذلك لتغطية الاستهلاك المحلي. مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة تبلغ 400,000 طن في العام، وكذلك مصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة تبلغ 300,000 طن سنويا. أما المصنع الثالث الذي يفتتحه ويتفقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300,000 طن في العام. المصنع الرابع هو مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة تبلغ 165,000 طن سنويا. كذلك هناك مصنعان آخران يدخلان الخدمة، هما مصنع إنتاج نترات النشادر وطاقته الإنتاجية تبلغ 200,000 طن في العام، والمصنع الأخير هو مصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة تبلغ 300,000 طن في العام، وهو الأول من نوعه في مصر. قام بتنفيذ هذا المجمع الجديد الذي يتم افتتاح مصانعه اليوم تحالف شركتي تيسن كروب الألمانية وشركة بتروجيت المصرية. ولأن المصنع كما سبق وأن ذكرنا أنشئ بالقرب من ميناء العين السخنة، فهذا تمهيد للتصدير عبر الميناء إلى أكثر من 50 دولة على مستوى العالم. المصانع المختلفة التابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة إضافة مهمة للاقتصاد المصري وللقطاع الصناعي في مصر لتغذية القطاع الزراعي وبعض القطاعات الكيماوية وكذلك بعض القطاعات الطبية. حصلت شركة النصر للكيماويات الوسيطة على عدد من شهادات الجودة من مؤسسة تي يو في العالمية، وهي شهادة نظام إدارة الجودة ايزو 9001، وشهادة نظام إدارة البيئة ايزو 14001، وشهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ايزو 45001. كما حصلت الشركة على شهادة المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ايزو 17025، وذلك من المجلس الوطني للاعتماد. هذا إضافة لحصول منتجات الشركة على علامة الجودة المصرية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. شركة النصر للكيماويات الوسيطة التي كانت أولى شركات مصر في هذا القطاع وتابع وأولى الشركات التي تم تأسيسها من قبل جهاز مشروعات الخدمة العامة، وذلك قبل أكثر من 50 عاما وتحديدا عام 1972، هي الشركة الأكبر والأهم في المنطقة وفي الشرق الأوسط. إن ما يحدث اليوم هو تتويج للكثير من العمل والكثير من إتقان هذا العمل
ومن جودته. شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمقارها المختلفة، سواء المقر الرئيس في أبو رواش وكذلك هذا المقر الذي نوجد فيه اليوم ونفتتح المجمع الجديد، حيث تم افتتاح المجمع الأقدم منذ ما يربع على 3 سنوات بقليل عام 2019. كذلك تم افتتاح عدد من المصانع في مقر الشركة بأبي رواش، وذلك منذ نحو 2 شهرين، لتكون الأحداث شاهدة على المزيد من إضافة الأصول والمزيد من التطوير في هذا القطاع الصناعي وقطاع الكيماويات والكيماويات الوسيطة لتغذية الصناعات المختلفة. ولا شك ولا ريب أن الصناعة هي قاطرة التنمية. شركة النصر للكيماويات الوسيطة بها 47 مصنعاً لإنتاج الكيماويات والأسمدة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح منذ سنوات، تحديداً عام 2019، مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، قلعة من القلاع الصناعية المهمة، سواعد مصرية تبدع في إضافة المزيد في كل يوم، أكثر من 6000 فرصة عمل مباشرة من خلال ما يتم إقراره اليوم، كذلك أضعاف هذا العدد من فرص العمل غير المباشرة، سواء في قطاع الزراعة أو في القطاعات الطبية أو في قطاع النقل أو في قطاع التعبئة والتغليف أو في النقل، سواء من خلال النقل البري أو من خلال النقل والتعبئة والتصدير عبر ميناء العين السخنة كما سبق وذكرنا. المقر الثالث للشركة هو بمدينة الفيوم، وكذلك هناك مقر إداري رابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة التي تعد العملاق الأكبر والأهم في هذه الصناعات الكيميائية في الشرق الأوسط قاطبةً.